يروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبي لن تست الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد آفاق ونور يبعث الأشواق وفي محاسن الأخلاق. أنا تسجلت في مركز قراءة ربك الأكرم من أول ما تأسس المسجد. الحمد لله بعد سنتين ونص خدمت القرآن. وأول دعم كان اللي هو أمي بالرغم إنه بابا مو موجود، وتاني دعم كانت المسنور الله يجزيه الخير. والحمد لله بعد ما ختمت القرآن تحملت مسؤولية إنه أتعلم وأعلم، وبشجع كل الطلاب كل المراكز إنه يلي مبلشين بالقرآن ومبلشين حافظين منه إنه يكملوه، إنه هو كتير شعور حلو مو بس بينفعهم بالدنيا، بينفعهم بالدنيا وبالآخرة.